يقال أن الفقير أكبر من عمره، فعلا قد أصاب قائلها، لأن هذا ما لاحظناه عندما قارنا بين صورة هذه المرأة كيف كانت قبل سنوات قليلة وكيف أصبحت عجوز شاب شعرها وانحنى ظهرها وهي صاحبة 30 من عمرها. عينا غنية ويدان فقيرتان، هكذا هو حال عائلة زمالي بالأخضرية بولاية البويرة التي تقيم منذ سنوات داخل مستودع تنعدم فيه أبسط ظروف الحياة. هذه البنت يتيمة، يتيمة الأب والأم، عاشوا هنا في دار العجزة هنا في الأخضرية، كانوا يسموها دار القلالين هكذا يقولوا لها. من بعد ريبوها في 2007 نقلوهم الى مدينه ولايه البويره في دار العجازه، ثم دارهم وهما غير هي واخوها صغار. رحت شفتهم انا هكذا ما تحملش هذاك المنظر اللي كانوا عايشين فيه، رحت لاداس درت الاجراءات لاداس من دات عليهم كفاله، جبتها هي واخوها عاشوا في داري هنايا معايا حتى وين الحق كبروا. الاخر جاء تقدم لها هذا حسين معنا هذا زوجت به الحمد لله، ردنا مع المحسنين تعاوننا درنا لهم عرس. المعاناة من هذاك الوقت مساكن ويا المعاناة ويا تنقص المرأة هذه وتزيد شفتوا كيفاش كانت الله يبارك الميزيريا والمشاكل هذه تاع كما يقولوا تاع الفقر ولا هاي واش ولات الطفله هذه. ما مزوج تاعها مسكين كان لاباس عليها ومعروف الناس يعرفوه كان بصحته لاباس عليه، دار ثلاث عمليات. أب مريض وزوجة يتيمة الأبوين، عائلة لا تملك شيئا في الأرض لكن لها رب في السماء يملك الأرض ومن عليها. رسالتي هذه نوجهها لسيدي الوالي، سمعنا عليه غير الخير ما شاء الله، يجي يشوف العائله هذه، يجي يشوف العائله هذه راهي في قلب الاخضريه، الا تستاهل العائله هذه يعطيها السكنه، والا ما تستاهلش ما يعطيهاش. العائله هذه ما كاينش واش تاكل، ما هيش 3 ايام 4 ايام ما كاينش واش تاكل. اسمح لي افتح لي برك الثلاجه نشوف، افتح لي برجي هاك. ما عندهمش والو، ما عندهم والو، راهي غير الدول هنا ما كاين لا ماكله لا حتى حاجه. الابنة مرهم وقد بلغت من العمر 7 تقف كل صباح وبيمينها حقيبة قديمة بداخلها كراريس بالية ترمق بنظراتها الحزينة كل طفل متمدرس. سألناها لماذا لا ترافقهم، جاوبتنا ودمع العين يسبقها، لم أدخل المدرسة يوما. وجوه أتعبها الفقر والمرض، هي اليوم بحاجة إلى التفاتة جادة تعيد لها الحياة.